السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. صلوا على النبي، نكسب الصلاه على النبي. النهارده تحدي جديد ويا رب يعجبكم. قبل ما نبدا التحدي يا جماعه، لتاني مره ترحموا على شهدائنا اللي توفوا في فلسطين، وقرأ لهم الفاتحه وربنا يقويهم يا رب وينصرهم. بالله عليكم يا اولاد، انا نسيت اقول لكم في الفيديو، ولاد حوريه تعبانين، فيا رب تدعوا لهم كده، ورب من قلبكم بالله عليكم تدعوا لاولاد حوريه ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب، وان شاء الله يبقوا احسن الناس. بالله عليكم يا جماعه، عشان حوريه حد يستاهل جدا 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 اللي احنا كلنا ندعي لها. يا رب يا حوريه ان شاء الله ربنا يشفي ولادك يا حبيبه قلبي ويعافيهم يا رب، يقومهم بالسلامه يا روحي. ماشي، واحنا معانا بقى يا حبايب قلبي النهارده الارنب دوت. احنا كنا عاملين ثلاثة، واحد كان عندي في الفريزر واشتريت اتنين. المهم يعني الحوار طويل، فالمهم هو كان ده هو ده الباقي. يعني الاولاد كانوا واحد واحنا خدنا اتنين على التحدي، ففضل واحد وحلت المحشي والملوخيه، طبعا ملوخيه مع المخلل الزيتون. ما قلتلوش دلوقتي الساعه كام؟ ايه تتجنن عليه؟ ما قلتلوش دلوقتي الوقت الساعه كام؟ مش لازم بقى الساعه كام. على فكره الزيتون ده ما شاء الله، انا غارف ال غرف الطبق مليان، مش عارف العيال كله ما تعدي تاخد زيتونه ولا ايه. بقى معانا يا ولاد حاجه المحشي اللي هوريها لكم دلوقتي، الخطيره الجباره. خلي بالك عشان سخنه قوي، حطها ايوه في النص كده كده. بسم الله توكلنا على الله، الحول ولا قوه الا بالله. لسه منزلها من على النار، لسه منزليها حالا 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 بالا. شايفين ده تحتيها بتنجان، يعني ده حطها هنا حسبي سخنه. هتتحط الحله بتاعتك اهو، اتفضل. بس هات الكوسايه دي عندي. لا امسكيها انت. امسكها انا. ما جبناش معلقه، اجيب لك اهو. اجيب لك معلقه، هات معلقه بقى عشان هنعمل ايه. اهو اجيب لك معلقه. بسم الله، سخن قوي. يا بنت يا خيالة يا بيه، المحشي ده انا ليه عملت محشي النهارده؟ قولولي بقى، قولولي اسألوني كده، ليه يا فريال عملتي محشي النهارده؟ هقول لكم ليه. قولي يا حاج. عشان انا بلف محشي اوردر، فروحت عملت حله لينا. رحت قلت ايه، والله العظيم انا عامله حله لينا. انا مش هتدفع على صدري. لا ما تقلقش، في كوسيه هنا خديها بقى. خدها، انا عايزه كوسيه. فقلت بقى يا ولاد ايه، والله انا عامله حله لينا. خلي عندك ضمير. على ايه؟ ما انا بحط على فكره. انت لا مش كده، لا مش كده. ما لقيت واحد رفيع ابنك هتفهمنا. والله العظيم يا ولاد اللي قدامي، بس هي نيته وحشه. انا اللي قدامي والله العظيم بطلعه. ايوه ناصر رفيع ده. رفيع انت قدامك كله صغير. بتزلت على طول. عامله مالي؟ عامله فيك ازاي؟ طب خد الكوسيه، خد الكوسيه بس ده. ايه يا اختي ده؟ خد الكوسيه عشان عاوز اهول بتاع شويه. ده عشان انا لسه هاخد كوسه. ايوه خديها. ايوه الف هنا يا احمد. بس بقى استنى بقى، عشان ايه ده لازم يبرد عشان اعرف اكسب. اه هات لي شويه. خد يا ستي، حط حط لي شويه بتنجان. ماشي، هات لي الصينيه اللي جنبك دي. الصينيه اللي جنبي دي اهي. قرب عليا. لا اهزيها شوية عشان ينزل. بس ايه على سمين. يا سمسم خد يا حبيبي. احنا كده يا ولاد حطينا المحشي، المحشي ما قالكوش عامل ازاي؟ يا لهوي على جمال. انا مصيت صباعي بس. والله مصيت صباعي حرقان. زي ما انا قلت لكم عملت محشي النهارده عشان عندي اوردر هطلعه الصبح، فلفت لينا حله. انا بحب ازود في المحشي الاوردر بالزيت. ايوه عشان ايه؟ بعمل حسابنا. بصوا البتنجانه، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا البتنجانه دي، بسم الله. وسام هو سخن بقى، مد السجاله يا بنت. سخن وموحوح. بسم الله. نقطع بقى الارنب. استنى بعد اذنك المره. أيوة. ايوه بصوا دي الخيطه زي ما انا قلت لكم بتقيط بيه،
علشان ده ارنب ما بيتحشي مش زي ايه العيش يشجع الواحد ياكل بيه ايه ملوخيه. في معنى ملوخيه على فكره يا جماعه. بسم الله هدوم ملوخيه ينفع دوق ملوخيه. بسم الله المخيم عادة تحلو اكتر. حبايب قلبي اتمنى منكم عشان انا نسيت اقول لكم في اول الفيديو. ايوه اتمنى منكم كل اللي قاعد حبايب قلبنا وفتتت جلدنا يدعو لمين؟ ماشي يدعي النوف ربنا يشفيها ويعافيها يا رب يطلعها بالسلامه من المستشفى ان شاء الله. طلعها ان شاء الله من المستشفى. انا عايزه كل حبايب قلبي في الكومنتات تقولوا الف سلامه وربنا يشفيكي. الف سلامه عليها وربنا يطلعها بالسلامه ويشفيها ويعافيها يا رب ان شاء الله. هي وكل مريض يا رب. ماشي يلا نبدا على طول بقى عشان استنى بس يا ولاد انا هدي العيال طبعا من ده علشان هم ما شاء الله كانوا بتاعهم. يا سمس اندهلهم اندهلهم بقى يا سمس. خدت حته يا برضو احمد خد حته بس اديت الاولاد منها عشان ياكلوا وينموا. الملوخيه تبعنا الملوخيه التحب ده افضل؟ اه؟ لا والله؟ المحشي اكتر اهم حاجه المحشي. طب انا عمال اكل بعيش؟ ماليش دعوه. قالت لي بعيش ماليش دعوه. انا عاوز اكل محشي بعيش بقى. انت كده بتعمل غديوه مش تحدي. لا لا عجبني والله. جربوا يا جماعه المحشي بعيش وعيش يكون صبح كده. ومحشي حريق. والله طعمه حلو جربي. لسه قاعدة اكمل حشو هحشي لسه الكروب. عارفين شخصك نخش بقى على ال استنى شوية انا عاوز اكل زيتونه. هي اللي عطلتني من الملوخيه. الملوخيه انا هشربها. الناس اللي ما حاولتش تاكل الارانب تجربها يا جماعه. لحمتها عسل. واللي بيعرف مثلا منها يشيل الراس وما يشوفهاش وهي بتتسلخ الكلام ده. انا بجدلي الاولاد بقطعهولهم يعني مش بحطولهم كده. شايف كان لسه باصص عليه ففي الطبق بيقول ايه ده؟ ايه ده؟ ولي رجلي.
ليه يا نهار ايه سواح ده انت الصينية اقسم بالله كانت مليانة ده انت لو حطيت تحت مش هتبقى كده تحت جوه ايه الغل والغز يعمل اكتر من كده بس بتنقنيه انا لازم العصور يخرب بيت سنيني مقهور ان انا بقالي كام يوم كده اعمل مقهور اخر ثلاث محشيات يا شيخ والله العظيم مش هتحقق تاكل الكشري يا لهوي والله العظيم لو بيحط انا كده كسبان باقتدار اقتدار بتعال عليا ايه بقدارة لا باقتدار عادي بقدارة دي كلمة ودي كلمة ولها شراكة طب انا عندي رغيف العيش اللي انا اكلته كوسة طعمها تحفة اول محشي طعمه تحفة بعرف انا وشوف اللي رايح له المحشي ده نفس الخلطة التسبيكة بتاعت المحشي يا جماعة موضوع والله العظيم وحدي برضو من السعودية ولسه جاي مصر انا رب الاخوة بالنسبة لي في حاجة واحدة في حاجات صغيرة كده زي السمين وده انا مش عارف هو ده جلد ولا لحم ده لا لا لحم لحم متهيألي انا مبيبقاش ليه جلد لا ما هو كده بيتسلخ ملوش جلد مش بيتسلخ اما بلاش ملوش جلد يعني بس بقى دي مضايقاني بقى بص الحتة الملطشة دي شكله عامل زي الضاني عامل زي لحمة الضاني ايه مين اللي خلص الاول اللحمة؟ تضحك عليا ولا ايه؟ يلا ما انت بتعملها فيا ما تكون كسبانه طب ما انا كسبان اساسا لا بيبقى في شك بيبقى في شك انما ده فيك تساح ايه ما في شك برضه انا مش عارفه انت وديت فين المحشي والله العظيم وكلت والله الموضوع في شك برضه انا ما جنبيش اطباق على فكره ولا جنب اي حاجه عشان اخبي فيها انت اللي كانت بتعملها فيا الحركه دي زمان فاكرينها؟ اه والله كانت تكسبني وتعمل عقاب ايه ده؟ لا اه والله بعرف التعليقات ساعات شقه قديمه ما تقولش بس والله ساعات شقه قديمه والله انت عملتيها فيا مرتين ولا حاجه وانا ما خدتش بالي تعرف وبتقول ايه ايوه عرفت بعديها لا في نفس الفيديو اقول لك انا مش حاطه تقول لي طب احلفي على حلفين اقول لك لا انا حاطه تروح شايلهم يا نهار ابيض بس تدبر بس تقلب لحمة دي مختلفة يا جماعة بجد انا حاسة ان انا باكل لحمة لحمة يعني جوامس مش مواشي مواشي اسمها مواشي مواشي والنبي اتلغت طب اقول لهم ازاي بقر عجول اه يعني بقر وعجول اللي ما اتلغتش لا ما هو مسموم بقر هو اتغير انما مواشي مواشي قول يا احمد عقابك واخلص قول بس انت مش هتسكت انا عارف طب والله يا فريال انا ما عارف اعمل فيك ايه هو الكل مش عارف يعمل فيا اذا كده على الكوت توك توك ولا هنا انا مش عارف اعمل فيك ايه بص يا فريال التيك توك يا مات احمد وفريال قول يا احمد اخذ شربت طبعا الملوخيه على بقى واحد لا لا بطني مش هتقدر تحط فيه حاجه تاني هي قفلت على حله المحشي قفلت خلاص
اوكي ماليش دعوه. اللون ده اللحم اللي في اللي عند العمود الفقري ده. انت اللي فقري والله، مفيش فقري غيرك. الله يخليك يا حاج. مين اللي فقرنا؟ لا ما تقوليش انا. لا ايوه انت اللي جبت الهنا والمنى. اه انا اللي جبت الهنا والمنى. انتوا تعرفوا كام حد طالب مننا الزيتون ده؟ والله العظيم ما شاء الله بالجرادل، عايزين بالجرادل والله العظيم. اللهم صل على النبي. في حد بألف هنا وشفا اللي هيروح له يعني ان شاء الله. يا رب الاقي زيتون، انا خايفه اروح ما الاقي الزيتون. نزلنا من شويه ما لقيناش، ما لقيناش الراجل اللي احنا جبنا منه، فلقينا نوع تاني فخوفنا بصراحه ربنا نجيبه. أوه. عشان الناس ما تفكرش ان احنا جبنا لنفسنا حاجه، فهنروح له بكره ربنا يكرم نلاقي عنده، نلاقي فاتح ونلاقي عنده نفس الزيتون. والله ناس من امريكا اقسم بالله طالبين الزيتون، من امريكا طالبين الزيتون، وناس من الامارات والله العظيم، وفي مظاهرات هتطلع من الدب الابيض وناس من مصر. مظاهرات هتطلع من الدب البيض الابيض هيطالبوا بالمخلل. بالزيتون. بصوا الزيتون عامل لكم حواتي منين دلوقتي؟ والله بصوا الزيتون عامله مش عارف باين عندك ولا لا، استنى عشان ما ادوتش. منحياه بالواحده وهنقه لكم انتوا كمان بالواحده. بس يا رب الاقيه، يا رب الاقيه. والله الراجل انا وقفت جنبها، انا مكان الراجل اقول له امشي يا وليه من هنا. عم اتنقى يا ستي، هو الزيتون بيتنقى؟ والله العظيم ظهري وجعني. قلت له مش ده زي ده وده كله حلو، والراجل لسه مفضي برنيكه، انا انقي من اللي جوه. هي متعوده كده، حتى والله لو راجل مفضي قفص القوطه قدامها تقول لها انا انقي من اللي جوه. الاقي من اللي انت عينه جوه. والفلفل بصوا ناشف وبيقرمش كده، بصوا بصوا الفلفل، بصوا جميل جميل. عاوزين نجيب زيتون كلامكتاو. طب يلا يا كلامكتاو، هتعمل ايه في الليله اللي حلوه؟ اشرب البتاعه دي. لا مش هقدر، شوف حاجه. طب خلاص كل الراس. الراس دي بتاعت مش لو كلتها هيجي هياكلني. مش مشكله، ياخد حته مش مشكله. لا بتاعت مش ماشي، ما انا بقول لك ياخد حته. اكل فيها ايه دي؟ كل الراس، كل السنان، انا عاوز ارميها كده. بس احمد بطل اقرب بقى، مش عارف انت بتعرفي امال انا اعمل ايه؟ انت يعني ايه انت بتقرفي؟ يعني ايه انت بتقرفي؟ يعني انت ما بتعرفيش من الحاجات دي، ده انت بتحبي تمصمصي الحاجات دي. ماشي بس مش راس الارنب يعني. طب خلاص كلي عينيه وخلاص. انا اصلا بشيل عينيه ما بسيبهاش. طب ايه ده، اعور؟ اعور. طب كل ماليش دعوه، شبه طبق الملوخيه لا تاكل ال بس يا احمد يا اعور، انا مش هاخد ولا طبق الملوخيه ولا اخد الراس. والله لو ما هنزل الفيديو. ابوك اسمه علي العرج. علي العرج. طب خلاص خليها علي لحم. ده كان المسلسل بتاع امبارح. ايه انت بتمسحي فيا؟ يلا تشرب الملوخيه ولا تاكل الراس؟ لا اقسم بالله العلي العظيم، ولا هقدر ده ولا هقدر ده. اعفيني اعفيني النهارده. اعفيني. طب اعمل فيك ايه والله يا فريال؟ طب انقي لي حاجه. اعفيني بقول لك. اعفيكي؟ ماشي خدي ده كلي على 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 مره واحده. لا لا زي ما هو ما تفضيش منه. والله العظيم حراق وحاجه. طب ما اعمل فيك ايه تاني بقى؟ ما كل حاجه مش عاجبك. على مرة واحدة، على مرة واحدة. اختار الحاجات الوحشة يا جماعة والله. بميته بميته. ما وحش يا احمد اهو، حراق والله العظيم. طب كلي كلي ما تخافيش. اقسم بالله حراق، وده فلفل احمر كمان. لقيت واحد على الطبلية ارميه. بس انتوا مبسوطين مني. عشان امبارح خليته كل الليمونة وانا ما اكلتهاش. كل اللي جاي دخل فرحان على التيك توك. والله العظيم. اللي انا ما اكلتش الليمونة. انا ما بطلعش على التيك توك فماليش اصدقاء كتير فبيفرحوا فيا بصراحة. هم اللي على اليوتيوب، هم على التيك توك. لا مش كلهم. لا والله العظيم معظمهم، مفيش غير واحده ولا اتنين بس اللي من على التيك توك. حلو ده. هو ده ايه ده؟ ده جلد ولا لحم؟ لا ده جلد. لا في حته لحم. خد لحم ايه؟ ايوه انا عاوز اللحمه البيضاء. ايوه هي دي اللحمه البيضاء بتاعتها، طعمها جميل قوي. يلا ناخد زيتونين صغيرة. اقسم بالله العظيم الفلفل مولع مولع، اقسم بالله. الزيتون ده يا جماعة اسمه زيتون تفاح.
صح؟ انا بخاف اعمل الحاجه دي ليه؟ انا زوري ما اعرفش في حاجه ولا ايه، بشرق على طول، اي حاجه بتشرقني، اي حاجه والله العظيم بخاف ان انا يعني ممكن ايه تاخد شويه ميه. عارفين وانا حامل والله العظيم بخاف ان انا ارجع، وافضل ادعي لربنا ان انا ارجع، عشان انا لو رجعت نفسي بيتكتم، بحس ان انا يعني ايه ممكن روح تطلع في الترجيع. كانت بتخوفني قوي من الشرق بتاعتها. والله بشرق شرقه وحشه قوي، بحس خلاص ان انا هموت بقى، ولا مش هشرب على الحرقان ده ميه. فبخاف بقى ايه احط مثلا ميه حادقه، حاجه حرقه بميه، بخاف ببقى محرقه. شرقه الميه الشطه اللي هي بتعملها بتاعت المكرونه دي حاجه غريبه. ولا شرق أصلاً. ولا شرقه الاندومي وهو عليه شطه، حاجه فظيعه، بعيني بتدمع على طول. فالواد الواحد بيحرس يا جماعه من الحته دي قوي. بتعمل ايه؟ الفلفل نار، اقسم بالله العظيم نار والله. يسامحك معلش تعبين. الله يسامحنا يا جماعه، ان شاء الله يسامحنا. يلا يا حبايب، يلا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنساوش الاشتراك واللايك، اللايك حلو جميل، واللي مش مشترك اشترك، عشان بجد لقيت ناس متابعانا كتير قوي، يعني من اللي بيشوفنا في 60% مش مشتركين يا جماعه. وفين اللايكات؟ وفين دي؟ وفين دي؟ فين؟ ها فين دي؟ دي فين دي؟ انا عارف. يلا يا جماعه كل سنه وانتم طيبين، وادعوا كمان مره رمضان كريم. لا من سبت عيد ميلاد 6 اكتوبر. استنى يا فرين، ما تلخبطناش بقى في الكلمتين. انا كلمته كل سنه وانتم طيبين. هم عموما كل سنه وانتم طيبين دي في اي وقت بتتقال، ما فيهاش اي مشكله. صحيين نايمين قاعدين شاربين واكلين، كل سنه وانتم طيبين. يعني تصحوا من النوم تقولوا كل سنه وانتم طيبين. ايوه. وانتم بتقولوا كل سنه وانتم طيبين، تدعوا لاهل فلسطين ربنا يقويهم ويرحم شهدائهم ويرحم شهدائنا، عشان فلسطين ديت يعني حته غاليه قوي 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 بجد والله، من قلبي، ومش كلام انشا ولا كلام من ده. انشا. والله انشا انشا. انت ما تعرفيش غير كلام نشا. كلام الدقيق. السمنه. ليه بيكنج باودر؟ بيكنج باودر. عشان تعرفوا اتقدمت من ساعه ما اتجوزت. ادعوا لهم يا جماعه، يا جماعه بجد بجد ادعوا لهم دعوه صادقه كده، ربنا يرحم شهدائنا يا رب ويشفي المصابين في فلسطين بالاخص، وفي كل الدول العربيه بالعام يا رب. يا رب ويشفيكي يا نوف ويطلعك بالسلامه يا حبيبه قلبي من المستشفى. ادعوا لي يا جماعه في الكومنتات بالله عليكم ويشفيها بجد، هي حد كويس قوي وبتدي خير لكل الناس وتفرح كل الناس، فعشان كده ربنا يفرحها ان شاء الله ويطلعها بالف خير وصحه. ربنا يشفيها يا رب ويشفي كل مرض. يلا يا حبايب، السلام عليكم.